لكن خليني أرحب بضيفي عبر سكايب من لندن دكتور مصطفى جويش، وكيل وزارة الصحة في مصر سابقا. أهلا بك معنا دكتور. أنا سامع، تفضل. طيب أنا بس كنت سامع الصوت. خليني أبدأ مع حضرتك من تصريحات السيد وزير الصحة في موضوع تأجير المستشفيات. المواطن هو المستفيد الأول، والشراكة مع القطاع الخاص والعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، فالمواطن يا جماعة هيكون مستفيد. رأي حضرتك إيه في التصريح ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة يمكن وزير الصحة، تحية حضراتكم والجميع السادة المشاهدين. هو الحقيقة أن وزير الصحة خرج بالأمس في حديث طويل يمكن حوالي ساعة، كان بيتكلم على الأمنيات، أن يعني في العهد الجديد والوزارة الجديدة، وكان بالضبط ما كانش وزارة قبل كده وقرار الثاني، يعني هو نفس الكلام، نفس الوزارة ونفس المجلس ونفس الكلام. لكن الحقيقة كان لما سألوا المذيع على موضوع تأجير المستشفيات هرب من السؤال، هرب وقال احنا عندنا مستشفى هيرمل اللي هي الأورام، وعملنا شراكة مع جامعة فرنسية. ده مش الموضوع أصلا اللي بنتكلم فيه، احنا بنتكلم في تأجير المستشفيات. الحكومة عارضة فعلا 27 مستشفى في أكثر من محافظة. وبعدين وزير الصحة قال بدأ يهاجم أهل الشر اللي بيخونوا هذا الموضوع، ولكن الحقيقة الجهة الرسمية اللي هاجمت هذا الأمر هي قتلة الأطباء، باعتبارها منظمة مجتمع مدني تعبر عن هموم المواطن وعن آمال الأطباء. فبالتالي بدأ يهاجم اللي بيهاجموا التأجير، وفي نفس الوقت لم يطرح مثال من مما حدث. الحاجة الثانية أن وزير الصحة نفسه لما بيتكلم على التأمين الصحي وعلى نوية الدولة، الحقيقه كان من ضمن طلبات حتى في البرلمان لما كانوا بيناقشوا القانون يوم 19 و20 مايو الشهر اللي قبل الماضي، قالوا له عايزين نحط في القانون نسبه مخصصه للتامين الصحي، نسبه مخصصه في الدوله. الوزير رفض تماما وضع نسبه عند حاجه بيننا وبين المستثمرين. فبالتالي الوزير لما يوضح او خلى الموضوع موضوع غامض، او انه في نوع من التكتم بينه وبين المستشفيات، وبكده بيعمل نوع من عدم اليقين ومن عدم الطمأنينة عند المواطنين. دي من الناحية الأساسية. الناحية الثانية الحقيقة لما جه يتكلم على القانون الجديد، هو لم يوضحه. هو القانون الجديد بكل وضوح إنه هيأجر المستشفيات للمستثمرين لمدة 15 سنة يبدأوا يربحهم، ولم يحدد الربحية اللي كان في القانون بتاع عام 1947 اللي كان بيحدد الربحية تزيد عن 10%، قال دون التقيد بهذا القانون، يعني لغى القانون، بيت الرحيم مفتوح على الواسع. هنيجي ناخد نموذج من موضوع الربحيه الحقيقه في التامين الصحي لما جاي يطبق. عندنا لما جاي يطبق في بورسعيد من في شهر في صيف 2019 لاول مره، راحوا لاحظوا مجموعه كليوباترا الاماراتيه خدت مستشفى تضامن حسب قانون طلع في 2010 اسمه قانون الشراكه غير قانون التاجير، وراحوا مجموعه كليوباترا مستشفى الزهور مجد يعقوب خد الاطفال ومغربي خد الرمد وما الى ذلك. لكن لاحظنا ان في خلال سنتين 19 21 الاسعار تضاعفت 3 مرات حسب كلام مدير التامين الصحي بورسعيد. يبقى بالتالي لما يكون المواطن بيدفع اشتراك سنوي 7% من اجمالي دخله للاسره كلها، واللي مجي ياخد خدمه يدفع 10% دواء، 10% فحوصات، 10% اشعه، يبقى بالتالي هزود الاعباء على المواطنين. الحاجه دي كانت واضحه جدا. الحاجه الثانيه لما قالوا ان احنا نتحمل اشتراك غير القادرين، هذا الامر لم يتحقق لا بورسعيد ولا في الاقصر. وبالتالي لما الوزير يتكلم على كلام لم يحدث على ارض الواقع، وانا بقول الكلام ده ليه؟ لان عندنا نقابه الاطباء في شهر يناير 2023 عملت بحث ميداني بين الاطباء والجمهور في الاقصر وبورسعيد وكانت الاسماعيليه، تضح لا في خدمه بتتقدم ولا بياخدوا مستحقاتهم، والناس بتشتكي من عدم كفاءة الخدمة بالنسبة لها. يبقى بالتالي واضح جدا ان التأمين الصحي اللي هو المأمول اللي هو الجديد ما زال متعثر حتى الآن في 3 محافظات فقط من المرحلة الأولى. الوزير بيتكلم على 5 محافظات مرحلة تانية، دمياط وكفر الشيخ وشمال سيناء وقنا ومرسى مطروح، حين المرحلة الأولى لسه لم تنتهي، لسه بقى عندنا 3 محافظات لم يتم استكمالهم. فبالتالي واضح جدا انه بيدي احلام وهميه
أو بيدي أوهام لم تتحقق حتى الآن على أرض الواقع. طيب بالحديث عن الأوهام اللي هو اتكلم عنها، هو قال ما حدش يقول بنخصخص مستشفيات بعد كل اللي بنعمله، بعد كل اللي ادانا نخصخص ايه؟ احنا مش ملاحقين مستشفى في مركز او قرية. اتكلم على اعداد الاسرة المأمولة 2774 سرير، وعايز يوصل 9588، هيعمل 54 مشروع بتكلفة 57 مليار. رأي حضرتك في الارقام اللي قالها؟ هي الحقيقة فكرة ان اتكلم عن المأمول دي يعتبر تصريح سياسي. انا كل اللي يهمني الارقام الموجودة في الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء، بيطلع كل سنه نشره بيسميها اللي هو النشره الدوريه، بيسموها البيان الصحفي حسب المسمى. كان اخر بيان طلع كان في 2022 في اللي هو بيحكي السنه اللي قبلها، عدد المستشفيات بيتناقص، هو حاليا بقى 662 مستشفى فقط الحكومي، وده حسب الموجود على الجهاز المركزي. كانوا قبل كده 691. الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء حذف تلك البيان من الصفحه الرسميه على موقعه اللي شايفه النهارده، ولكنها بتطلع في الاحصاء السنوي اللي بيطلع في شهر تقريبا ابريل من كل سنه. مستشفيات لم تزيد. لو جيت بتكلم على المستشفيات اللي هي كانوا قالوا هنعمل 48 مستشفى نموذجي في المحافظات، هيتم تطويرهم، يعني مستشفى موجوده هيبدا يطورها او يعيد تاهيلها حتى ينفع انها تخش في التامين الصحي. ولكن تلك المستشفيات ايضا تم طرحها في خلال الاسبوعين الماضيين على القطاع المستثمرين لدخول في موضوع الإيجارة حسب القانون الجديد اللي هو 87-26-24 اللي هو تأجير مستشفيات، أو زي ما هو سماها دعم المرافق تشغيل وتنمية وتطوير مستشفيات. هذا القانون لما يتطبق معنى كده إنه هيدي المستشفى بالضبط زي ما السيسي أعلن في أكتوبر 23، هيدي المستشفى بالكامل للمستثمر، يقول شغلها واكسب بيها ونقسم الربح مع بعض. يبقى بالتالي الوزير كله بيتكلم كلام وردي أو توقعات عن شيء لم يحدث، او يمكن عامل حسابه ان المستثمر لما يخش هيطور، ولكن الحقيقه الواقع لما بيخش المستثمر ويحاول يطبق شروط الجوده عشان يتوافق مع التامين الصحي، ممكن جدا يقلل الاسره مش يزودها، لان الجوده لها معايير معينه زي الخدمات الصيدليه، المطابخ، الممرات، حجرات الانتظار، كم ده مش موجود حاليا. لما يجي يطبقه هيجي على حساب عدد الاسره. اذا الكلام كله ما زال كلام وهمي او كلام غير ممسوك وغير ملموس، ولكن عندنا القاعده الاساسيه هو بيانات الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء، وده على خلاف كل اللي الوزير بيقوله من اماني او امنيات لم تتحقق حتى الان. طيب انا اللي افهمه ان وزير الصحه يتكلم في القطاع الصحي، عدد المستشفيات، عدد الأسرة، أزمة الدواء، تمام، هو اتكلم في كل ده. لكن برع الحقيقة كان في كلام غريب جدا، وكأنه وزير تنمية محلية أو وزير حاجة تانية، وزير شباب مثلا. الراجل بيقول لابد من تأهيل المواطن لسوق العمل عن طريق إثقال مهاراته، وقعد تقريبا 7 دقائق يتكلم في حاجات أشبه بمحاضرة التنمية البشرية. ما علاقة وزير الصحة بهذا الملف؟ أيوة الحقيقة يمكن دي وظيفة هو تم استحداثها، إن هو بدأ يشغل حاليا منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية. والحقيقة هذا المنصب لما بيعددهم الوزارات اتبع ليه، قال إن وزارة التعليم أو التربية والتعليم، طبعا الصحة موجودة والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف، الشؤون الاجتماعية، القوى العاملة، المحليات، الحقيقة كل تلك المكونات اتكلم عليها بالأمس على أساس إن هي للتنمية البشرية. وكلمة التنمية البشرية اللي هو اتكلم عليها أو رأس المال البشري، الكلام ده كلام حلو جدا، بيتمشى مع مؤتمر قمة الأرض اللي كان في ريو دي جانيرو في البرازيل، بيسموه مؤتمر ريو 92. ده كان بيتكلم على التنمية المستدامة، وبيعتبر أن البشر ثروة بشرية، أن الإنسان ثروة يجب تنميتها وتطويرها، واسمها رأس المال البشري، وبالتالي تخش في مجال التنمية المستدامة، ودي أحد ركائز التنمية المستدامة. ده الكلام ده فعلا اللي قاله بالأمس. لكن لما اجتمع مع مدير العموم في المحافظات ومقابل الوزير، قال لهم احنا عايزين نطور ونهتم بالقضية السكانية ونقلل المواليد. طب ما انت لو تقلل المواليد ده مش حاجة اسمها رسم، يعني كلام عكس بعض، ده يتعارض مع ده. لكن القضية ايه بقى؟ القضية ان عندنا في مصر ما يسمى بالمجلس القومي للسكان، ده كان سنة 86 برئاسة حسني مبارك، بعدها بقى برئاسة المقرب، سنة 92 أصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، سنة 96 بقى برئاسة وزير الصحة. فعشان وزير الصحة يقعد مع الوزراء زمايله وهو رئيسهم مش هيقول ولا يسمع كلامه، كان بيبعته مندوب يحضر أو ما يحضرش. لكن لما يبقى رئيس الوزراء برتبة، لما يبقى وزير الصحة برتبة نائب رئيس الوزراء
وتحتيه كل الوزراء دول هيجتمعوا معاه تحت مسمى التنمية البشرية، لكن الهدف الأساسي هو خفض الزيادة السكانية بما يتعارض مع كلامه على رأس المال البشري. الحقيقة ده الكلام التناقض اللي وقع فيه بين أمس واليوم. منين أنت بتتكلم على مؤتمر ريو 92 التنمية المستدامة الثروة البشرية رأس المال البشري اللي هي ركيزة التنمية المستدامة، وضرب مثل بكوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية اهتمت بحاجتين أساسيتين، بالصحة والتعليم. عندهم الصحة 20% والتعليم تقريبا زيها في الموازنة. لما لقي مدة الصحة هذا العام لما قال احنا رفعنا الموازنة أصبحت حاليا 200 مليار جنيه، ده بيساوي بالنسبة للناتج المحلي 1.2% من الناتج المحلي. المفروض تكون حسب الصحة العالمية وحسب دستور 2014 كنت وصلت النهاردة ليه 11% من الناتج المحلي. فازاي هو حاطط 1.2 وبيتكلم على تنمية مستدامة ورعاية صحية؟ الحقيقة الكلام عكس بعضه، لكن واضح جدا ان فكرة منصب نائب رئيس وزراء التنمية البشرية بتعني هيصبح هو الرئيس وكل الوزراء دول يطلبهم يقولوا يقعد يتكلم معاهم في تحديد الناس وخفض السكان، لكن في نفس الوقت الكلام السياسي بيتكلم عن تنمية بشرية ورأس مال بشرية. هذا التناقض في الكلام بيعني ان الهدف واضح هو خفض السكان بأي صورة من الصور، وإن كان في الواقع فعلا بدأ يقل، لكن لما يتكلم على تنمية بشرية بعدين يقول إن أنا بعمل ليه تنمية بشرية، وقال كده في منتهى الخطورة. قال أنا لما أجيب المونوريل أو القطاع الكهربي الناس هيبوظوه لأنهم مش عارفين قيمته وهيقطعوا ويبهدلوه، فأنا أعمل لهم تنمية بشرية عشان يستخدموا الحاجات دي صح. طبعا دي إهانة خطيرة جدا للمواطن المصري. ليه؟ لأنه أهمل التعليم وأهمل الصحة والبطالة انتشرت وجاي يتكلم عن المونوريل عايز الناس تركبه كويس. الحقيقة دي النظرة الدونية للمواطن المصري في تلك الفقرة من كلام وزير الصحة. مشكلة تانية الحقيقة هو اتكلم عنها ومصطفى مدبول اتكلم عنها أيضا، خلينا استعرض بعض الأخبار عنها دكتور، وهي مشكلة نقص الأدوية. CNN بتنقل الأزمة، تكتب تقرير عن الأزمة، تفاقمت أزمة نقص الدواء في مصر بعد انتشار شكاوى عديدة ما دفع النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة للحكومة للتدخل الفوري، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي كان بيتكلم عن تحريك جديد للأسعار. القاهرة 24 نقلت أيضا عن وزير الصحة أن هناك نقص في الأدوية، عدم زيادة الأسعار. يا ريت الزملاء يطلعوا الأخبار على الشاشة. عدم زيادة الأسعار حكم على الصناعة بالتوقف، واتكلم خالد عبد الغفار أن في وجود نقص في بعض الأصناف الدوائية خلال الفترة الماضية، وده أثر على المخزون الاستراتيجي والمنتج المحلي أيضا، وقال إن الدواء زيه زي أي سلع في مكونات دولارية، وده بيترتب عليه المرور ببعض الأزمات. اتكلم كمان وزير الصحة، معرفش ده يعني ايه علاقته بنقص الدواء، لكن هو قال ان مصر استضافت عشرات الالاف من مصابي غزة، معرفش جايب الرقم ده منين، ولم تقصر في تقديم الخدمات الطبية الى جانب الازمة الاقتصادية، تأثرت سلاسل الامداد على توريد الخامات. وزير الصحة كمان اتكلم انه هيكون في تحريك في اسعار الادوية. في خبر لصحيفة الشروق المصرية قال الدكتور خالد عبد الغفار انه هيكون في نسبة تحريك اسعار الادوية ستكون ما بين 25% و30%. فاكرين توفيق عكاشة مش كده؟ توفيق عكاشة طلع من الكهف بتاعه وكتب تويتا امبارح، تعالوا نقراها مع بعض كده. أنا لا أجد حقن السكر ولا دواء الضغط ولا دواء الجهاز الهضمي الخاص بي ولا باقي الأدوية التي أتناولها يوميا. هل مصر تشهد أكبر أزمة في تاريخها منذ الفراعنة في الأدوية؟ حتى أدوية البهايم التي أربيها لا أجدها. فتوفيق بيساوي نفسه أو بيسأل يعني إن هل هو والبهايم أصبحوا سواء. طيب، على طريقة مصطفى مدبولي طلع خالد عبد الغفار عشان يدي وعود، ما هي الحكومة دي ماشية كده، ماشية بالوعود، اضرب أي رقم بأي تاريخ وعلى الله ما حدش يدور وراه. مصطفى مدبولي خالد عبد الغفار نقلا عن موقع مصراوي طلع قال إيه؟ هذا موعد انتهاء أزمة الدواء، تعالوا نشوف يا جماعة هيخلص إمتى. قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إنه إحنا عارفين إن عندنا مشكلة في نقص الأدوية،
وانه خلال الشهور القليله القادمه لن يكون هناك نقص في الادويه المستورده او المحليه باي شكل من الاشكال. وهنخلص القصه دي بشكل سريع جدا. دكتور مصطفى الحقيقه ارجع لك مره تانية، ازمه نقص الدواء في الاول بيتكلم عن الازمه بيعترف بيها، بعدين بيوعد، بعدين بيقول هيزود الاسعار. يعني رايك في تعامل وزير الصحه مع هذه الازمه؟ الحقيقه وزير الصحه احنا نعرف ان هو موجود في الوزاره من اول ما مسك بالنيابه مع دكتوره هاله زايد لما كانت عملت المشكله من نهايه 2021، وبعدين اتعين وزير صحه والوقت اتجدد له تاني الثقه. الحقيقه انه بيتكلم النهارده بيتكلم امس على الفضائيات زي بالظبط اللي بيشتري عربيه مستعمله بعدين يجيب العداد على الزيرو او يصفر العداد يقول لي احنا نبدا من النهارده بقى احنا لسه على الزيرو. لا انت مش على الزيرو يا دكتور خالد، انت وزير صحه من فتره طويله. والحاجه الاغرب لما قعد امس يتكلم على هيئه الدواء المسؤول، هيئه الدواء المسؤوله لا الكلام ده كلام خاطئ تماما. المسؤول الوحيد عن الدواء في مصر وخايا هو الدكتور خالد عبد الغفار بتكليف من رئيس الوزراء في شهر ديسمبر 2023، لما رئيس الوزراء كلفه بلجنه مصغره. دكتور خالد عبد الغفار هو رئيس اللجنه بصفه وزير الصحه، معاه رئيس هيئه الدواء المصريه، معاه رئيس هيئه الشراء الموحد. يبقى المسؤول عن الدواء من شهر ديسمبر الماضي حتى الان يعني من 7 شهور هو الدكتور خالد عبد الغفار. في ظل رئاسته لتلك اللجنه بتاعت الاولويات وهذا الامر، قال بقول كنت بجتمع كل اسبوع مع البنك المركزي مع رئيس الوزراء لحل الازمه بتزيد بتتفاقم، الدواء بيختفي، الدواء سعره بيزيد. يبقى انت كنت فين طول 7 شهور وتقول هنبدا من النهارده بقى هنبدا من الصفر بقى وننطلق بعد شهرين؟ بالعكس هو بيستكمل ما بداه منذ ترأس لجنه الدواء من شهر ديسمبر الماضي او منذ كان وزير للصحه من قبلها. الحقيقه المشكله كلها مشكله في منتهى البساطه وحلها سهل جدا. المشكله عندنا في 3 عناصر، فكره الدولار او سعر الدولار دي يمكن الكل بيعاني منها وده نتكلم فيها دلوقتي. لكن الحقيقه المشكله الاولانيه ان الدواء عندنا في مصر، وقال ان الدواء في مصر ارخص من اي دوله في العالم، دي كلمه حق يراد بها باطل. لان الفكره ايه؟ الدواء عندنا بيسعر تسعير عشوائي حسب قانون 499 اللي طلعه وزير الصحه الدكتور فؤاد النووي في ابريل 2012 وحسب الدول المرجعيه. ده قرار باطل لابد من تغييره فورا بقانون حقيقي يسعر حسب التكلفه والانتاج وما الى ذلك. الحاجه الثانيه طلع عندنا في شهر يناير 2017 قرار من وزير الصحه الله يرحمه الدكتور احمد عماد بامكانيه وجود الدواء بسعرين على الرف عند الصيدليه، وده عكس القانون بتاع سنه 55 بتاع الصيدله. يبقى اذا لازم التسعيره الجبريه تكون تسعيره موحده، لازم يلغي قانون وزير الصحه الاسبق اللي هو في 2017. يبقى ادي حاجتين. الحاجه الثالثه لما يقول ان انا عندي في الجمارك الحاجات متاخره، طيب ما احنا عندنا شركه سايلوفوز العسكريه بتاعت البسكويت طلع لها اعفاء جمركي للدقيق ومستلزمات الانتاج للبسكويت، يبقى الدواء اولى يا دكتور خالد، يطلع له اعفاء جمركي ودخل المواد الخام عشان تنتج. لما يقول انا عندي 90% من الدواء صناعه مصريه، ايوه لكن 95% من الخامات، حتى هو نفس السؤال البتاع اللي هو الجيلاتين بتاع الكبسولات، الكرتون، الاحبار كلها مستورده غير المواد الخام. يبقى اذا لابد من دخولها فورا بدون اعفاء جمركي بدون جمارك عشان تغطي السوق. يبقى كده حللنا المشكله، وده من صلب وظيفته كاولويات بعد ما جاء مع البنك المركزي ومع رئيس الوزراء. يعني مصر مش ارخص سعر دواء في العالم زي ما رئيس الوزراء وخالد عبد الغفار بيقولوا. ما هي هنا النقطه ازاي؟ ان هو احنا عندنا دخل المواطن في مصر قالوا من الحد الادنى للاجور 6000 جنيه. ده اللي بيقولوه 6000 جنيه يعني كام دولار لو قسمنا على 50؟ يعني كام يا شباب؟ 300 ولا كام؟ مثلا حد يقول لنا هيحسبوها دلوقتي الشباب. طيب المهم يعني 6000 جنيه على 50 يا شباب احسبوا لنا، انا علمي علوم ما كنتش رياضه. يبقى هنا كم. الحاله بيجي القرار 120 دولار. 120 دولار. 120 دولار. هنا بيقارن الحاله السعر من ناحيه بيعتبر الجنيه زي الدولار وده قبل ده، لو كان عندي ب 5 جنيه وعندهم ب 4 دولار يبقى 6 دولار يبقى انا ارخص منه. لا الحسبه مش كده، الحسبه هنقيس اللي داخل المواطن. الحاجه الثانيه ان هو اصلا بيحسب الدواء في دول شرق اسيا، فرنسا، ايطاليا، دول الخليج، ويقول احنا هنبقى اقل منهم مثلا ب 40%. ايوه
ما انت اقل منه بقيمه الجنيه ايه بالنسبه للدولار. دي غلطه في منتهى الخطوره. انما يقول مثلا الكونكور غلى بتاع القلب مثلا كان ب 20 بقى ب 35 جنيه، طبعا زياده كبيره جدا، زياده تقريبا 50%، المواطن لا يحتملها. لما عندنا دول القلب قالوا العلبه زادت 1000 جنيه مره واحده، يمكن كانت 2600 بقت 3600، ودواء مهم للقلب. يبقى اذا دي مغالطه، كانت ارخص دوله في العالم دي، ما يقول برضو ارخص دوله في الكهرباء، ارخص دوله. طب ما هي مستوى الاجور مصر بالنسبه لدول العالم تلك؟ ما فيش مقارنه في الاجور نهائي. يبقى هنا المقارنه فيها نوع من التدليس والكذب على المواطنين. دي نقطه مهمه. الحقيقه النقطه الثانيه، لما يجي يقول انا هبدا دلوقتي هدخل هوفر الدولارات الحاجه تخش، طب ما تدخل بافراج جمركي. هيئه الشراء الموحد بتاخد 7% عموله او سمسره على كل صفقه مواد خام تخش، بلاش 7% التحصيل كده، هتتاخد من جيب المواطنين. الحاجه الثانيه، لابد الدواء له سعر واحد حسب الاسعار الجبريه. الحاجه الاخطر اللي عندنا حاجات زي البان الاطفال، المكملات الغذائيه ومن حاجات الفيتامينات مهمه جدا لمرضى السكر ومرضى القلب، خارج التسعيره الجبريه. ليه؟ لانها بيعتبرها مكملات غذائيه تتبع هيئه سلامه الغذاء، تتبع رئاسه الجمهوريه. هيئه الدواء المصريه من حوالي 4 شهور حبت تسميها بدل مكملات غذائيه تسميها مكملات دوائيه، يبقى كده تخش في التسعيره الجبريه. ده قرار في منتهى الاهميه، يبقى اسمها مكملات دوائيه وتخش تبع التسعيره الجبريه. البان الاطفال دي في منتهى الخطوره، دي حقيقه او موت، ما اقدرش اقول ان هي من سبب العرض والطلب. الحاجات دي كلها امور. لو قلنا ان وزير الصحه عايز يبدا من دلوقتي يصفر العداد، هيبدا من اول وجديد، يبقى يمشي صح، تسعيره صح، ضبط الامور صح، يدي الدواء حقه، يدي المريض حقه. احنا الحقيقه نحاول حاجه ثانيه في منتهى الخطوره. اتفضل. لحظه واحده معلش. الوزير في يوم في بدايه شهر مارس الماضي طلع قانون بان المريض في العياده الخارجيه ياخد صنف واحد بس من الدواء. طبعا الناس كلها اشتكت. فطلع من حوالي 4 أيام أو 5 أيام طلع قانون تاني، قالوا إنه ده تعديل للقانون للقرار الأولاني، بيقول فيه إن الصيدليات في كل المستشفيات تعمل حسابها حيث توفر للمريض الدواء. طلع يومها بالليل المتحدث الرسمي للصحة يقول يعني لو المريض عنده سكر وعنده ضغط ياخد دواء سكر ودواء ضغط، لكن هذا الكلام غير واضح في قرار واضح للمستشفيات للتنفيذ كده. أكيد وقع الأطباء في المرضى وكلهم في حيث ويس. طب نقول إن الوزير تراجع في كلامه، قلنا كويس جدا. طب إيه القرار الجديد؟ القرار الجديد هو نفس القرار القديم بس بصيغة مختلفة. يبقى بالتالي المريض هيروح المستشفى برضه ياخد صنف واحد، وبعدين المريض السكر والضغط ده مش بتاع عيادة خارجية، ده بتاع متابعة في التأمين الصحي يا وزير صحة. إذا في نوع من التدليس على المواطنين، لابد من الوضوح بالنسبة لمرضى العيادة الخارجية، بالنسبه لحق المواطن في نسبه واضحه من الاسره في التامين الصحي ونفذ الدوله بالنسبه للمستشفيات اللي هتتباع. وبعدين الحاجه الثانيه بيتكلم على قابل امس وزير الصحه قابل بالامس اللي هي مديره التمريض في الوزاره اللي هي في نفس الوقت عضو مجلس شيوخ، بيقول ان هو اتفق معاه على التدريب والتنميه وكل الحاجات. واخي يطلع العنوان الجريده الرسمي وزير الصحه يوصي بتغيير الزي الرسمي للممرضات. هل ده كلام حد يقوله في وقت زي ده؟ يعني اكلف الدوله قماش وتفصيل للتمريض وانا بتكلم في مشكله الدواء؟ ده عنوان الجرايد اللي طلع اول امس على وزير الصحه في اجتماعه مع مديره التمريض. طبعا واضح ان كله كلام لا يتماشى نهائيا مع صالح المواطن ولا يتماشى نهائيا مع الواقع المصري الحالي. لما يطلع توفيق عكاشة يقول لا في دواء بني ادمين موجود ولا دواء بهي موجود، ما دي كارثه ثانيه. لان فكره البهايم مش حكايه بهايم الماشيه في مصر، دي مصدر اللحوم ومصدر الالبان. يبقى كده بضرب الالبان في مقتل، وايضا بضرب اللحوم لان المصدر الرئيسي اللي هي الماشيه هتبدا تمرض وممكن تبدا تموت او يكون اللحم ملوث او الالبان ملوثه. الحالات من طال خطوره. موضوع على بعضه فعلا موضوع غامض او لا توجد فيه. طيب خليني اختم مع حضرتك بخبر من جريده الراي الكويتيه، وهو خبر غريب شويه لكن ليه علاقه باللي بنتكلم فيه. تجاوز نسبة خفض السعر لبعضها 60%، وزير الصحة الكويتي يعتمد لائحة خفض أسعار أكثر من 200 صنف دواء. أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارا وزاريا يقضي باعتماد لائحة خفض أسعار 209 دواء ومستحضر صيدلاني في القطاع الصحي الأهلي، وذلك في إطار المراجعة الدورية لأسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية. تضمن قرار الوزير تخفيض أسعار أدوية علاج الضغط والسكر ومضادات حيوية وأدوية خفض الكوليسترول. لماذا لا يحدث هذا في مصر؟
لأنه في مصر لا يوجد دعم للدواء في موازنة الدولة. ليه؟ لأن في سنة كان يوجد بند في الموازنة اسمه بند دعم دواء. سنة 2014 تم تخفيض هذا البند بمقدار 400 مليون جنيه. في سنة 2017 تم خفضه تاني ب 500 مليون جنيه وعمل ما يسمى صندوق دعم الدواء قائم على التبرعات. 2019 تم خفضه مرة أخرى 500 مليون جنيه. سنة 2021 صدر قرار اسمه قرار مواجهة الطوارئ الطبية ومواجهة الطوارئ الطبية وتم ضم دعم الدواء ونفذ الدولة وقائم الانتصار إلى هذا الصندوق الجديد، صندوق قائم على التبرعات مساهمات البنوك من أهل الخير، فرض رسوم على الحاجات الثقيلة والكلام ده، ثم جزء بسيط جدا في موازنة الدولة. لكن لو الدولة ضخت في الموازنة رقم محدد واضح لدعم ألبان الأطفال زي ما كان قبل كده واتلغى، ولدعم الدواء يبقى من يبقى في الحالات تبدأ الدولة ممكن تدعم المواطن الفقير أو تدعم العيادة الخيرية أو تدعم الدواء في التأمين الصحي، يبدأ المواطن ياخذ العلاج بسعر يتناسب لو الدولة دعمته. لكن لما الوزير يقول إن عندنا الزيادة الرقمية زادت من 148 مليار جنيه في الموازنة ل 200 مليار بنسبة 30%، هنقول له الكلام ده كلام خاطئ، لأن الدولار أيضا زاد. زادت دي كان نسبة بالنسبة للناتج المحلي هي 1.2% فقط في المية، مش 11 زي ما المفروض تكون حسب الصحة العالمية. يبقى بالتالي المواطن هيكون محتار ولن تحقق له أي خدمة صحية حسب القوانين والمواثيق الدولية. شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى جويش، وكيل وزارة الصحة المصرية الأسبق، كنت ضيفي عبر سكايب.